أستاذ شعبان سعيد المحامي بالنقد عشان نعرف كمان الجانب القانوني من هذا الموضوع. صباح الورد عليك يا أستاذ سعيد. صباح الفل وياسمين، صباح الخير. صباح الورد يا أستاذ شعبان. طيب احنا زي ما حضرتك كنت بتسمعنا احنا بنتكلم عن موضوع الابتزاز الإلكتروني، وعايزين نعرف ازاي اي حد يتعرض لموقف زي ده، طيب احنا الاجراءات اللي المفروض يتخذها على طول. طيب للاسف عندما تزداد الجرائم في المجتمع بنجد الناس بيوجهوا اسهم تجاه المشرع ويقولوا لازم المشرع يسن قوانين جديده لا انا عايز اقول ان قانون العقوبات وهو الذي يجرم كل الجرائم الموجوده طول الوقت بيغطي كل هذه الجوانب. يعني عندنا مثلا المادة 327 من قانون العقوبات دي، انتوا حضرتك بتقول الابتزاز الالكتروني. بالظبط بالظبط. تمام. ما هي 327 بتجرم التهديد اللي هو الابتزاز بس. نظرا لانه بقى فيه تكنولوجيا رهيبة بتحاوطنا في كل مكان فالناس بتتكلم، لكن 327 بتصل العقوبة ل 15 سنة سجن لو حد هدد حد أو ابتزه سواء إلكتروني أو غير إلكتروني، ولكن لو كان هذا الأمر مكتوب في رسائل ومصحوب بطلب مالي مثلا ده تصل العقوبة ل 15 سنة. يعني في ناس في جرائم قتل ما بتصلش العقوبة لهذا الحد، لكن أنا عايز أقول للناس إن أي حد يلتقط صور او فيديوهات او يتنصت او ده بيرتكب جريمه اسمها جريمه انتهاك حرمه الحياه الخاصه. عشان كده يعني ودي عقوبتها ايه يا فندم؟ يعني هي برضو عايزين نعرف العقوبه المتعلقه بانتهاك يعني الحياه الخاصه والمعلومات السريه كمان. هقول لسعادتك وهربط بين انتهاك حرمه الحياه الخاصه والتهديد. يعني مجرد التقاط الصور او تسجيل مقطع او بدون موافقه صاحبه ده جريمه عقوبتها تصل لثلاث سنوات. تمام. ولكن الابتزاز ده مرحله بقى ايه اقوى واكبر واعمق، ان انا اصور واحد بدون وجه حقه في وضع غير لائق وهدده لو ما دفعتش انا هعمل، وده عاده بيتم استغلاله مع الاشخاص. ده بيحصل كتير يا استاذ شعبان. انا عايزه فتيات. انا عايزه بعد اذن حضرتك بشكل مبسط نقول للناس نعمل ايه. يعني حضرتك من الناحيه القانونيه هتعملوا 1 2 3 هيتجهوا على فين؟ هيقدموا بلاغ فين؟ هيتصرفوا ازاي؟ طيب اولا الجريمه يعني شوف احنا عايزين نخوف الناس نقول لهم انتهاك حرمه الحياه الخاصه. ففي واحد يقول لك لو شفت جريمه ما تصورهاش لحسن ايه أقع تحت طائلة القانون. عايز أقول لأ، المجرم ليس له يعني حياة خاصة. يعني البنت اللي صورت الراجل اللي كان جنبها بيعكسها في أحد الميكروباصات في أحد الأقاليم ما ينفعش يتعلل ويقول لك دي صورتني بدون وجه حق، ما دام ارتكبت جريمة ضدي. لدرجة إن المشرع أخيرا بدأت محكمة النقض تصدر أحكام نقض تقول لو انا سجلت الواحد بيشتمني ما هي دي معلومه تفيد الايه المواطنين، لو سجلت الواحد بيشتمني فكده المشرع بيتخفف ويقول احنا مش محتاجين اذن للمراقب. واحد بيشتمني اقول له النيابه روح النيابه عشان نستصدر اذن، مفيش وقت. دي الحاجات التكنولوجيه اللي طرقت على المجتمع وخلت القضاء مرنين وبيطلعوا احكام تناسب هذا العصر. طب بس هو استاذ شعبان مين اللي بيقرر مين اللي بيقرر اذا كانت يعني هذه جريمه او غير جريمه؟ ما هو برضه لازم يكون هناك بالظبط، لازم يكون هناك جهه قضائيه هي يعني هي اللي بتقول. بس انا اقول لسعادتك حاجه، حضرتك راكب عربي سيارتك وماشي على الطريق وفوجئت بواحد بيفتح الشباك وبيشتمك وبتاعه وبيهددك واركن انت مفيش مفر، في حاله ضروره انك تخرج هاتفك المحمول وتلتقط ليه فيديو عشان تثبت هذه الجريمه، انت ما عندكش وقت عشان تروح للنيابه تستصدر اذن. تمام؟ فمش معقول ان انت تروح تقدم هذا الفيديو والمقطع المرئي للنيابه تقول هذا الرجل هددني وهدد حياتي وشتمني وسبني وبتاع
وهو يقول لك ايه ده تصوير بدون وجه حق وبدون اذن نيابه. طب يا فندم سواء معايا فيديو او معيش اي دليل على الانتهاك اللي حصل نتوجه لايه بقى؟ المباحث الالكترونيه يعني الخطوات بتبقى ايه؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه. اولا مباحث تكنولوجيا المعلومات في البدايه فتحوا مكتب صغير كده في وزاره الداخليه وبداوا يكبروا يتوسعوا لحد ما كل المحافظات اصبح عندها مباحث تكنولوجيا المعلومات او زي ما بيقول العامه مباحث الانترنت. هذه الجهه غير مسؤوله غير عن الجرائم اللي بتنشا وتنتج من وسائل التواصل الاجتماعي والمختلفه والواتساب والفيسبوك والانت حد شتمني بطريق الانترنت والطرق الالكترونيه. ففي الحاله دي لو حد ارسل لي رساله بتوجه لمباحث الانترنت وبحرر محضر وبيعملوا لي فحص للهاتف وللحساب الاخر. ونصيحتي كمحامي لما حد يعمل كده ما اقولوش انا هروح ابلغ الشرطه وهعمل كده عشان ما يمسحش الحاجات اللي هو لا عشان كمان ما يغلقش الحساب التاني. هو الوقت بقى فيه خاصية بيمسح الحاجات لا عشان لو اغلق الحساب الشرطة مش هتتواصل ومباحث الانترنت بيجيبوه عن طريق الاي بي تقريبا والكلام ده مش هتتوصل ليه خلاص مدام قفل الحساب مش هتوصل ليه لازم الحساب يفضل شغال. وبالفعل في قضايا كتير مطروحة بيتوصلوا للحساب تمام. وبيتوصلوا لمستخدمه وبتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وطبعا في قانون الخاص بالانترنت وبالاتصالات. طيب. المحامي بالنقد الاستاذ شعبان سعيد كنت معنا عبر الهاتف بشكرك شكرا جزيلا وصباح الورد عليك.